الماتش كان 2 ميتون بروميير ميتون كانت الوداد سي نورمال كان خصنا الوقت باش ندخلوا في الماتش وهذا لان تتلعب مع فرقه كبيره قدام الجمهور ديالها دوزيام ميتون درنا شي يعني كوريجينا تاكتيكمون كانت لا رياكسيون دوزيام ميتون صراحه ما قدرناش نماركيو كانت الكره شدينا الكره changement de jeu et tout ولكن ما قدرناش نماركيو كما قلت ما غاديش نقولوا حنا اللي ما كناش افيكاس اوفنسيفمون مي الوداد كانوا افيكاس ديفنسيفمون اللعبه اللي عندهم ليكسبيريونس اللي عندهم وهذا مي الحمد لله الصراحه راضي على البريستاسيون ديال الدراري والحمد لله بيان سور شوف في الكره راه ما تدربش غير نهار ولا يومين إلا جينا نهضروا بروفيسيونيل نهار ولا يومين راك خارج لا ليست فهمت يعني شنو باسكو كاين التاثير ديالك باش ما تدربش سبع ايام تسع ايام راه ماشي ساهله وفي رمضان سي با فاسيل يعني التاثير ديالها راه غيبقى تابعك فهمتي يعني لواحد الوقت على ما تلقى الريتم ديالك ولكن الصراحه اليوم ما بانش لا ديفيرونس كان ديك لا فولونتي ديك الرغبه ديال الدراري هي اللي غلبات سيرتو في دوزيام ميتون كنا صراحه كنا تنتمناو نمشيو غير بالنقطه كانت غتكون شي حاجه كبيره ولكن هي هذه باش تجي في هذا الوقت ديال لا سيزون واضراب في 9 ايام وما تدربش 9 ايام حتى ماشي ساهل حاولنا ما قدرناش باسكو ما عندناش الحق نديرو لي ريكروتمون وفريمون كنا معولين صراحه انا بيرسونيلمون كمدرب كنت معول او موا واحد دو ولا تخوا جوار ما قدرناش نجيبو حتى شي واحد كملنا باللعبه اللي عندنا هادشي اللي كاين كون درنا واحد دو ولا تخوا كانوا يقدروا يعاونونا شويه ولكن عندنا الكونفيونس في الدراري اللي كاينين دابا ان شاء الله نكملوا بهم وان شاء الله تكون شي رياكسيون ديال الناس اللي كتبغي الفرقه باسكو كما قلت فريمون صراحه والله تنتعذبوا الستاف تنتعذبوا اللعابه تيتعذبوا لي ديريجون حتى هما تيتعذبوا فكما قلت اي واحد تتهضر معاه تتقول الله يحسن العوان كل واحد تيعطيك الفيرسيون ديالو تتقول تيقول الله يحسن العوان الله يسهل عليك تبارك الله عليك تخدم مزيان والله الا تعجبك الخدمه ديالك نقيه والله يجي نقيه وجده ما عرفتش مالهم مع الجمهور ديال وجده ما عرفتش مالهم مع هذا السيد لا جمهور الله عمره ياك وسير الله يسهل عليك الله يكمل الامور بخير تبارك الله عليك فهي هادي قلت لك نتمناو ان شاء الله الناس اللي كتبغي باسكو سميه المولوديه راه سميه كبيره فنتمنى تكون شي رياكسيون باش هذا هو الوقت ما نقولش باقي الوقت المره اللي فاتت كنت نقول مازال شويه الوقت دابا ما بقاش الوقت خاص لا رياكسيون دابا باش ما ندخلوش في شي حاجه اللي غندموا عليها ان شاء الله الله يستر باش ان شاء الله